بداية اللقاء نشكر مبادرة نادي أمراج على القيام بتنفيذ أعمال في مركز ناحية بعشيقة والخاصة بالآبار. احنا بصراحة كنا نعاني من مشكلة من بداية الصيف بسبب موجة الجفاف ونزول مستوى الماء في الآبار توازيه في مركز الناحية. فكوادر مبادرة نادي أمراج قامت بتجهيز آبار مركز ناحية بعشيقة بأنابيب مع كيبلات لزيادة عمق الغواطس الموجودة المغذية لأحياء مركز ناحية بعشيقة. والحمد لله والشكر قضينا على مشكلة نزول منسوب الماء. بالبداية نشكر الست نادية مراد على هاي المبادرة بحفر بير بعشيقة بحزاني. هنا قبل ما كان عندنا ماي أبد نهائيا، يعني بالأسبوع يجي مرة وما يجي، يعني البير نشف كامل. قمنا نلتجئ للمقطورات نشتري ماي، وهذا الماي طبعا مرات يكون صالح للشرب مرات مو صالح. همين بعد ما رموا الآبار بعشيقة بحزاني الحمد لله احنا هسه مرتاحين، والماي تجي للبيت، وكل ما تجي الوطني عندنا ماي. احنا كلش ممنونين من عندكم، وان شاء الله تقدمون بعد اكثر واكثر.